إذن متابعينا الأوفياء في كل مكان، نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر ونقل الخاص للمباراة الودية التي تجمع بين فريقي حسنية أكادير الذي يستقبل في هذه الأثناء فريق أولمبيك الجيرة. هي مباراة إعدادية من أجل وضع اللمسات على تركيبة الفريقين، خاصة بعد توقف البطولة الوطنية في قسمها الأول وقسمها الثاني بطبيعة الحال، خاصة وأن حسنية أكادير تحتل رتبة أخيرة ورتبة غير مشرفة بتاتا لهذا الفريق العريق، الفريق الذي حاز لقبين بين فترة محمد فاخر 2002 و2001 بطبيعة الحال. فعبد الهادي السكيتيوي قرر خوض لقاء إعدادي مع غريمي بطبيعة الحال أولمبيك الجيرة أو جار حسنية أكادير، اللي هو أولمبيك الجيرة الذي يمارس ضمن البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني. ربما موازين القوى لا تختلف كثيرا في ظل المردود البدني والتقني الذي أبدت عليه كتيبة الشامي في هذا الموسم بعد تغيير الإدارة التقنية للأولمبيك. فأولمبيك الجيرة بعد استقدامها ليوسف الشامي أجرى مجموعة من التغييرات على مستوى التركيبة البشرية، وبدأ يقحم العديد من اللاعبين الذين كانوا فقط بدكة البدلاء، الشيء الذي أعطى لأولمبيك الجيرة صورة أخرى وصورة جعلتها تفوز في لقاءين متتاليين. وإلى حدود اللحظة بعد قدوم الشامي لم ينهزم الفريق إلا في مباراة أخيرة أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي بثلاثية نظيفة، ربما لقاء أثر العديد من علامة الاستفهام حول طرد ثلاث لاعبين في صفوف الأولمبيك. إذن الحكم يعطي صافرة نهاية الجولة الأولى بخسارة المستقبل حسنية أكادير بهدف لصفر. ربما هي نتيجة تبقى فقط نتيجة اعتبارية بحكم أن هذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الإعدادية من أجل وضع آخر لمسات كما أشرت الذكر من كل من أشامي وأسكتيوي الذي ربما يعد أيامه الأخيرة رفقة حسنية أكادير. والكل يتساءل من سيكون الربان الجديد للغزل السوسية، الربان الجديد الذي ينتظر منه الشيء الكثير، خاصة وأن الحسنية كما أسلفت الذكر تحتل الرتبة الأخيرة بدون انتصار. فأكثر من 10 دورات والحسنية لم تدق بعد طعم الانتصار، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل هذا الفريق في بطولة هذا الموسم. ربما هي بطولة شاقة، بطولة ستعرف الصراع على أشد، خاصة في مقدمة الترتيب، الفرق التي ستلعب من أجل البوديوم واعتلاء سبورة الترتيب والبحث عن الفوز بدرع البطولة، وأيضا في أسفل الترتيب من أجل الخروج من المنطقة المكهربة التي تتواجد فيها الغزلة السوسية. غزلة السوسية هذا الموسم غزلة جريحة، غزلة لا زالت تنزف، غزلة فقدت الكثير من بريقها وفقدت الكثير من رمزيتها، خاصة وأنها تمثل الهوية الأمازيغية. وغزلة سوس كل عشاق الحسنية اليوم يتساءلون أين الخلل. فبعد انتخاب المكتب المديري الجديد برئاسة بلعيد الفقير، ربما الكل تنفس السعداء بهذا التغيير، ربما هو تغيير سيأتي بالجديد وسيكون تغيير إيجابي بالنسبة لفريق الحسنية. هل هو تغيير من أجل انطلاقة جديدة؟ هل هو تغيير من أجل أن نرى حسنية بوجه آخر وبصورة تعيد إلى العشاق بصيص من الأمل من أجل الحفاظ على مكانة هذا الفريق ضمن بطولة القسم الوطني الأول؟ وبالتالي فأين الخلل؟ هذا سؤال عريض ينتظر الإجابة من المكتب المديري الجديد، ورهانات جديدة ورهانات كبرى تنتظر بالعيد الفقير ومن معه من أجل إعادة الحسنية إلى السكة الصحيحة بعدما زاغت عن السكة.
وبوصلة الحسنية لا زالت تائهة في بحر متلاطم الأمواج كما يقال، بحر ربما سيغرق سفينة الحسنية إن لم يتم تدارك الأمر ويتم إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان. إذن فترة استراحة قليلة وتنطلق الجولة الثانية من هذا اللقاء الإعدادي الذي يجرى في هذه الأثناء بالملعب الملحق بأزرير بمدينة أكادير بين الحسنية وأولمبيك أجيرة، ونتيجة إلى حدود اللحظة هزيمة الحسنية بهدف دون رد، هدف سجل في الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى من هذا اللقاء الإعدادي بين الحسنية وممثل أجيرة الجهادية الأولمبيك. وكتيبة الشامي أبانت عن علو كعبها في هذا اللقاء بعدما تمكنت من افتتاح التسجيل بهدف ولا أروع، هدف جميل جدا كما تبعناه عن كتب. ربما الشامي ستكون له كلمته في بطولة هذا الموسم، والفريق سينافس ربما على الصعود وهو حلم لا طالما راود كل عشاق أولمبيك أجيرة الذين لا زالوا يمنون النفس بأن يروا فريقهم يعتلي المراتب ويخطف بطاقة التأهل إلى قسم الأضواء. بطاقتين يا ترى من ستؤول إليهم؟ هل سيكون أولمبيك أجيرة هذا الموسم ذو حظ وذو سعد كما يقال من أجل الصعود ومن أجل أن نرى ديربي أمازيغي بكل ما تحمل الكلمة من معنى بين الأولمبيك والغزل السوسية؟ ربما هذا الموسم سنرى أولمبيك أجيرة بوجه آخر في ظل تواجد مجموعة من الأسماء، مجموعة من اللاعبين الشباب وأيضا مجموعة من اللاعبين المجربين. هي تركيبة بشرية مكتملة تنتظر فقط من يوظفها ومن يحسن استغلالها من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل والعبور إلى قسم الأضواء. إذن نلتقي بكم بعد لحظات مع بداية الجولة الثانية. هلا لا رخصت صوت هذا استطعت الفرصة
مشكلة. إذا متابعينا الأوفياء عدنا إليكم من جديد بعد هذه الاستراحة القصيرة وفترة الراحة بعد نهاية الجولة الأولى في هذا اللقاء الإعدادي الذي يجمع بين كتيبة عبد الهادي سكتوي وكتيبة يوسف الشامي، والتي عرفت تقدم أولمبيك تشيرا بهدف دون رد، هدف سجل في الدقائق الأخيرة من الوجه الأول من هذه المباراة الإعدادية. إذا الحسنية منهزمة في هذا اللقاء الودي إلى حدود اللحظة، وصافرة بداية الجولة الثانية ستعطى بعد لحظات، وعبد الهادي السكتوي غير تشكيلته الرسمية التي دخل بها هذا اللقاء وأقحم مجموعة من اللاعبين الجدد، ولعل أبرزهم ابن الدار ونجم فريق أمل حسنية تقدير وفريق الشبان قطيبة الذي عاد من كأس العالم لأقل من 17 سنة وتألق بشكل لافت للأنظار رفقة بطبيعة حال شيبا بعد عبور المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى الدور الثاني في كأس العالم. واليوم سيخوض هذا اللقاء الإعدادي في هذه الجولة الثانية رفقة مجموعة من الأسماء الأخرى التي أقحمها عبد الهادي السكتوي من أجل الوقوف عن كتب حول مدى استعدادها وأيضا مدى مردودها البدني والتقني، ومن أجل التجريب ومن أجل الوقوف على إمكانيات العديد من اللاعبين، رغم أن بطبيعة حال عبد الهادي السكتوي فيعرف كل لاعب عن كتب ويعرف كل لاعب ويعرف مدى قدراته ومدى جاهزيته، رغم يعني الإضراب الذي خاضه لاعبي فريق حسن تقدير منذ أسابيع عديدة، وعادوا مجددا إلى التدريب بعدما تمت طمأنتهم وتمت بطبيعة حال تقديم مجموعة من الضمانات من طرف المكتب المديري الجديد. وإلى حدود اللحظة هدف تعادل لفريق الحسنية في هذه اللحظات يسجل من طرف بن شوق بطبيعة حال الذي سجل هدف التعادل لفريق حسني تقدير، وتصبح النتيجة إلى حدود اللحظة هدف في كل شبكة. إذن ربما يصف فرقة الحسنية بعد تغيير الأسماء التي أقحمها المدرب عبد العزيز كيوي في الجولة الأولى، وأضاف مجموعة من الأسماء ومجموعة من اللاعبين الآخرين في هذه الجولة الثانية من أجل إعطاء لكل لاعب حقه في هذه المباراة، وأيضا من أجل ترتيب ولملمة بعض الثغرات التي ظهرت مؤخرا ولا زال فريق حسن تقدير يعاني منها خاصة على مستوى الخط الدفاعي وأيضا على مستوى الوسط، وأيضا غياب قناص وغياب رأس حربة وهداف صريح من أجل فك العقم الهجومي، في ظل أن الحسنية كما قلت لم تدق بعد طعم الانتصار منذ بداية بطولة هذا الموسم. أيضا أولمبيك تشيرا هو الآخر غير من جلده وغير من تركيبته البشرية بمجموعة من اللاعبين الذين سيعتمدهم يوسف أشامي في هذه الجولة الثانية، والتي تعرف إلى حدود لحظة هدف في كل شبكة هي تعادل، وأيضا موازين القوى عادت إلى نقطة الصفر ونقطة البداية. إذن الكرة الآن لدى فريق حسني تقدير، والكل يبحث عن إثبات الذات ويبحث عن برهنة من أجل أن يكسب رسميته ضمن فريق حسني تقدير وأيضا أولمبيك تشيرا
مجموعة من اللاعبين الذين لا يلعبون بشكل أساسي اليوم، هي فرصة من أجل أن يثبتوا عن جدارتهم وعن أحقيتهم في أن تمنح لهم الفرصة، سواء من طرف يوسف أشمي وأيضا من طرف عبد الهادي أسكتي. وإذن الكرة خارج أرضية الملعب تلعب في اللحظات لفائدة الحسنية، وأخذ ورد بين الفريقين، وكل فريق يحاول جس النبض والوقوف عن مكامن الخلل لدى المنافس، ومن أجل أيضا فك شفرات الدفاع والبحث عن أهداف أخرى. ربما هذه المباراة ستعرف سيل من الأهداف، وستكون مباراة تهديفية بامتياز في ظل الأسماء التي تتواجد بالمستطيل الأخضر في هذه اللحظات. الوفيد الجديد كما قلت ونجم فريق الفتيان والشبان قطيبة بطبيعة الحال يلمس أولى كرته في هذه المباراة بعدما تم اعتماده في الجولة الثانية. إذن كما قلت المباراة متكافئة بين الفريقين، سواء من فريق الحسنية وأيضا أولمبيك جيرا، أخذ ورد وأغلب الكرات خارج أرضية الملعب. ربما هو جس نبض، ربما هو البحث عن الانسلالات الجانبية والبحث عن مكامن ومكامن الخلل من أجل مباغتة هذا الحارس أو ذاك، في ظل تواضع العديد من الأسماء التي ربما هي أسماء فقدت الكثير من بريقها، خاصة في صفوف الحسنية، وتراجع مستوى العديد من اللاعبين الذين يطرحون كما قلت أكثر من علامة استفهام حول من استقدمهم إلى فريق الحسنية، وهل بطبيعة الحال حمل قميص الحسنية أصبح رخيصا إلى هذه الدرجة في ظل تواضع هذه الأسماء وفي ظل تقوقعها وعدم منح أي إضافة لتركيبة الحسنية. مجموعة من الانتدابات التي أجرها فريق الحسنية لكن لم تعطي أكلها ولم تمنح أي إضافة. ربما عبد الديسكتوي كان يمني نفسه بأن يمنح دماء جديدة لتركيبة البشرية التي لعب بها الموسم الفارط، لكن هي انتدابات أغلبها لم تعطي أكلها إلى حدود اللحظة. وربما أكبر برهان على ذلك هو أن الحسنية لا زالت بدون انتصار في بطولة هذا الموسم، ربما والسابقة تاريخية في تاريخ فريق الحسنية بأن يعيش الحسنية الأزمة الخانقة، خاصة مع توالي الأزمات. هي أزمة تهديفية، أزمة نتائج، أزمة تسيير، أزمة موارد مالية وأزمة مالية، وكل الأزمات تدق باب الحسنية وجعلته يدخل نفقا مظلما. فنتمنى أن يخرج الحسنية من هذا النفق المظلم في أقرب وقت ممكن قبل فوات الأوان. ونعود معكم إلى هذه المباراة الشيقة التي تجمع بين الفريقين، كما قلت مباراة متكافئة إلى حدود اللحظة، هدف في كل شبكة، هدف للحسنية وهدف للأولمبيك. هم؟
Mm-hmm.